3, 2, 1, cue. تعرفين عن حالك ومن وين اجيتي؟ اسمي غفران كمال من جامعة الملك عبد الله وجيت هون احضر مؤتمر عين 2014. كيف سمعتي عن المؤتمر؟ سمعت عن مؤتمر عين من واحد من مؤسسين المؤتمر اللي عن الفكرة وعجبتني فحبيت اجي احضر واشوف ايش الافكار المعروضة. شو رأيك حاليا بالمؤتمر؟ عجبتني الفكرة وعجبتني انه بحاولوا يربطوا بين يعني بيعطوا فرصة لأصحاب الأفكار الشباب إنه يظهروا للعالم ويظهروا أفكارهم كيف تكون تشانلز إنه يوصلوا أفكارهم للإندستري. بصفتك واحدة من جيل الشباب الأيام، إيش المشاكل برأيك اللي بتواجهكم كشباب مبدع بالوطن العربي؟ إنه ما في خطة كيف يتم تحويل الفكرة أو حتى البحث العلمي يعني لفكرة يتم تطبيقه بالاندستري ويكون في منه فوائد، يعني ما في باث واضح. فالفكره انه لازم يكون في دايركشن لليوث كيف انه يحولوا افكارهم لاشياء يستفاد منها. واخر سؤال، اعطينا رساله بتحبي توجهيها للشباب العربي. انه اذا عندهم افكار يحاولوا يلاقوا الطريقه والاماكن اللي تقدر توجههم للطريق الصحيح عشان يوصلوا باسرع وقت ممكن. شكرا لك غفران ويعطيك الف عافيه. شكرا كثير.